الفرق بين المبرمج البروفيشنال والمبرمج العادي ان المبرمج البروفيشنال بيعمل ابليكيشن اقوى ليه بيرفورمانس اعلى وسيكيورتي اكتر، اما المبرمج العادي بيعمل ابليكيشن ممكن يكون بيعمل نفس الفانكشنز والوظائف ولكن ببرفورمانس قليله جدا، بيهنج كتير، بيبطئ الجهاز الكمبيوتر او الموبايل، سيكيورتي قليل جدا، بيعرض الجهاز للاختراقات وبيبقى فيه ثغرات كتير. فقبل ما ندخل في موضوع البرمجة لازم نفهم الكمبيوتر كويس ونتعلم كويس الأجزاء المادية بتاعت الكمبيوتر ونفهم الهاردوير أو إيه اللي بيحصل خلف الكواليس لما بتيجي تكتب كود والكود ده بيتنفذ، الكود ده بيتنفذ إزاي عشان تبقى قادر تطلع أبليكيشنز قوية. كل كود أنت بتنفذه بيمر على أجزاء مختلفة من الكمبيوتر، كل جزء مسؤول عن عمل مجموعة عمليات معينة لازم نفهمها كويس ونعرف ازاي نستغل الكومبوننت ده او الجزء ده احسن استغلال. خلينا نسأل دلوقتي ليه الكمبيوتر مش بيفهم غير الصفر والواحد، يعني ادام فهم الصفر والواحد ليه ما يكملش بقى ويعرف الاثنين والثلاثة والاربعة والارقام والحروف والكلام ده، مش معنى الصفر والواحد بالذات. لا، والكمبيوتر الحقيقة مش بيفهم حتى الصفر والواحد، الكمبيوتر زيه زي اي جهاز في الدنيا لما بنتعامل معاه بنتعامل معاه عن طريق إشارات، ممكن تكون إشارات كهربية، ضوئية، صوتية، حركية، حرارية، أي نوع من الإشارات، أي حاجة بتعمل موجات بتأثر في الجهاز بتاعنا. الكمبيوتر بيدخل له إشارات كهرومغناطيسية وهي دي اللي الكمبيوتر بيتعامل معاها. الكمبيوتر ليه فايدتين أساسيتين، إنه يخزن الإشارات دي وإنه يعمل عليها بعض العمليات. عشان نفهم موضوع التواصل مع الكمبيوتر عن طريق الإشارات، الموضوع عامل زي إشارات موريس. إشارات موريس بتبقى عبارة عن أصوات، يعني موجات صوتية بتتنقل، فاللي بيسمع الموجات الصوتية دي أو بيسمع سيكونس معين من الموجات الصوتية دي بيفهم إنه مقصود بيها مثلا كلمة معينة أو إشارة معينة، يعني تحويل الإشارة أو سيكونس من الإشارات إلى جملة مفهومة. بعيدا عن التكنولوجيا والكمبيوتر وإشارات موريس وغيرها، الموضوع عشان أبسطهولك أكتر، في الأفلام المصرية لما كانوا تجار المخدرات بيحبوا يتواصلوا مع بعض كانوا بيتواصلوا إزاي؟ كانوا بيتواصلوا عن طريق كشافات النور، بيولعوا لبعض سيكونس معين من الموجات الضوئية، يعني مثلا لما الكشاف يولع ويطفي مرتين يبقى البضاعة وصلت، 3 مرات يعني البضاعة سليمة، 4 مرات يعني البضاعة مش سليمة بايظة، 5 مرات يعني البوليس طب علينا. كيلو 50 هتخش الصحراء وتقف، نزل عمامك تحمي ظهرك، هتستنى لحد ما تيجي عربية تقلب لك نورها، تاخد شنطة الفلوس وتنزل من العربية. فهم بيقدروا يفهموا او عندهم زي جدول كده ما بينهم وبين بعض ان سيكونس الاشارات دي يعني حاجة معينة. برضو احنا بنتعامل كده مع الكمبيوتر، الكمبيوتر ما يفهمش احنا بنقول ايه لكن بيستلم الاشارات الكهروماجنتيك دي وبيخزنها عنده، ولما بنعوزها بيدينا الاشارات الكهروماجنتيك وفي جدول في النص بيترجم لنا الاشارات دي. طول ما في اشارات كهربية او اي نوع من الاشارات بيدخل الكمبيوتر او اي جهاز بنتعامل معاه، يعني الاشارات في وضع اون فبنرمز لها بالرمز 1، وطول ما مفيش اشارات بنرمز لها بالرمز 0، فواحد وزيرو دول عبارة عن رموز مش ارقام، رموز بترمز لوجود اشارات كهربية او لا. فطول ما في اشارات شغالة او سيل من الاشارات بيعدي في المكثف بتاعنا عبارة عن وحايد متتالية، يعني واحد واحد معناه ان في اشارات داخلة لغاية ما الاشارات تبدأ تتقطع فبنرمز لها بالرمز 0، بيبقى في كذا صفر كده ورا بعض. السيكونس ده يعني انت مثلا اديت له مجموعة اشارات متتالية، فالسيكونس ده ممكن يبقى ايه، واحد واحد صفر 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 واحد صفر واحد واحد واحد، خلاص ده معناها ان ايه، في اشارات كانت عماله تدخل وبعد كده قعد فتره مفيش اشارات، بعد كده فتره قصيره في اشارات، بعد كده فتره طويله شويه مفيش اشارات.
كل سيكونس من دول بيبقى ليه معنى معين. الصفر والواحد دول بنسميهم الباينري سيستم. باينري يعني حاجتين اللي هو مكون من الصفر والواحد اللي هما في إشارة أو ما فيش إشارة. طيب الكمبيوتر بيفهم لغة الباينري اللي هي الصفر والواحد اللي هي بمعنى أصح الإشارات، ولكن البشر بيتعاملوا بلغة مختلفة. فعايزين لما نتعامل مع الكمبيوتر طبعا صعب جدا ان انت تحفظ سيكونس الإشارات لكل حرف ورقم وكل حاجة، فلازم مترجم في النص، مترجم بيترجم للكمبيوتر اللغة بتاعتنا، يعني بيحول كلامنا العادي إلى إشارات وبيحول الإشارات إلى اللغة بتاعتنا. المترجم ده اسمه كومبايلر. الكومبايلر هو مسؤول عن تحويل اللغة العادية إلى الباينري سيستم أو إشارات، وتحويل الإشارات إلى الباينري سيستم. الكمبيوتر بقى فايدته إيه؟ بيعمل حاجتين. أول حاجة بياخد الإشارات اللي احنا بنديها له بيخزنها من غير ما يكون فاهمها، ولما بنحتاجها في أي وقت إيه بيرجعها لنا تاني على هيئة إشارات، وبعدين بياخدها الكمبايلر يترجمها لنا لكلامنا العادي أو الميديا اللي احنا بنشوفها، صور، فيديوز، كلام، تيكست مكتوب على الشاشة، أي حاجة. الحاجة التانية انه بيجري بعض العمليات على الاشارات دي، يعني مثلا لما بتحب تجمع رقمين، رقم واحد زائد اتنين مثلا، فواحد ده بيتحول الى مجموعة او سيكونس من الاشارات الكهرومغنيتك، والاتنين ده برضو بيتحول الى سيكونس من الاشارات الكهرومغنيتك. الكمبيوتر بيعمل ايه؟ بيعمل شيفتنج ما بين الاشارتين دول او ما بين مجموعتين الاشارات دي، لغايه ما بيطلع مجموعه مختلفه من الاشارات اللي لما هتترجم بعد كده هتساوي الرقم 3. لغه البرمجه هي طريقه ارسال الاشارات الكهربيه للكمبيوتر عشان يخزنها او يجري عليها عمليات، وهي زيها زي اي لغه في الدنيا، هي وسيله التواصل بين الناس، ولكن الطرف الثاني اللي انت بتتواصل معاه هنا هو الكمبيوتر. ملخص بقى اللي احنا قلناه، الكمبيوتر بيفهم او بيتعامل مع الباينري سيستم اللي هي عبارة عن سيكونس من الاشارات، يا اما الاشارات واحد يعني اون او صفر يعني اوف، وفي كومبايلر بيترجم لنا الاشارات دي الى لغة البشر، وبيترجم لغة البشر الى الاشارات، او بيترجم الاكواد او الاوامر البرمجية الى الاشارات دي. فاحنا بقى لما بنكتب كود برمجي احنا في الحقيقة بنبعت للكمبيوتر مجموعة من الاشارات الكهرومغنيتك على هيئة اللي هي باينري سيستم علشان يقوم بتنفيذ مجموعة من العمليات.